بعيد إطلاق برنامج عقود للتنمية والتصدير تحت إشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بتجارة الخارجية بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولة المغرب، تم اليوم التوقيع بالرباط على عقود تنمية تصدير لفائدة المقاولة المستفيدة برسم سنة 14 و2000. هاد 100 مقاولة ستستفيد بدعم مالي في حدود 145 مليون درهم، وهاد الدعم إن شاء الله غادي نحققوا من خلاله واحد رقم إضافي للتصدير يقدر ب 1.6 مليار درهم برسم سنة 2014. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج عقود تنمية للتصدير يهدف إلى تقديم دعم مباشر للمقاولة المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير من خلال مواكبة هادفة وملائمة لاستراتيجيتها التنموية على الصعيد الدولي.